تنزيل من حكيم حميد. اللهم إنا
عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عضل فينا قضاءك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استعثرت به في علم الغيب عندك أو تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وقائدنا وسائغنا إلى جناتك جنات النعيم اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على وجهك الذي يرضيك أنا اللهم اجعله لنا عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين ولا تجعلنا ممن اشتهوته الشيطان فشغلته بالدنيا عن الدين وهو بالآخرة من الخاسرين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مقامك وأعليت سلطانك وبينت برهانك وقلت يا عز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أحسن كتبك نظاما وأفصح يا كلاما وأبين يا حلالا وحراما مهكم البيان ظاهر البروان محروش من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم انقلنا بالقرآن من النار إلى الجنة ومن الظلمات إلى النور ومن الظلمات إلى النور ومن الفقر إلى الغنى ومن الفقر إلى الغنى ومن البدعة إلى السنة ومن الفرق والخلاف إلى الاجتماع والاعتصام اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يضيع حدوده برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين لا إله إلا الله سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة عرشه لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم اهدنا فيمن هديت وآفنا فيمن آفيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يضل من وعليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت
قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا مجاهلا إلا نصرته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم اصلح شباب المسلمين اللهم اصلح شباب المسلمين اللهم جنبهم قرناء السوء اللهم اصلح نساء المسلمين عامة اللهم زينهن بالحجاب برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اغفر للموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوهدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وآفهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم ووسع مدخلهم واغشرهم بالماء والبرد والثلج ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا وبالسيئات عفوا وغفرانا
اللهم أنزل في قبورهم نورا وضياء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أدخلهم جنة، اللهم أدخلهم جنة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا بقيامة ليلة القدر، اللهم وفقنا بقيام ليلة القدر. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا تقبل منا قيامنا، ربنا تقبل منا قيامنا ودعاءنا وقيامنا وصلاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي سمعنا نورا وفي بصرنا نورا وفي أيماننا نورا وفي خلفنا نورا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، وقلت وقولك الحق إذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. اللهم إنك لا تخلف الميعاد، اللهم فاستجب لنا كما وعدتنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وما ذلك على الله بعزيز، إن ذلك على الله يسير. وصل الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.